الله مشاهدينا، مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا راح تكون ويانا اليوم مينا الدليمي، وراح نسوي لكم وصفة كنا نحبها سواء برمضان أو حتى بالعيد، لازم تكون موجودة مع حلويات العيد. صباح الخير مينا، صباح العام بخير. والأنتي بألف خير. يعني بصراحة كلش منورتنا اليوم صباح دجلة، وأنا كلش سعيدة لما شفت إنه أنتي ويانا اليوم حبيبتي، ومتحمسة للشيء راح تسويه اللي لازم نكشفه للمشاهدين الآن. يلا اليوم راح نسوي زنود الست بالقشطة. حلو. تمام، بس راح نسويها بطريقة مو الطريقة الكلاسيكية التقليدية اللي هي نحتاج العجينة وإحنا نفتحها بالبيت. لا، راح نسويها بطريقة جدا بسيطة وأي أحد بالبيت يقدر يسويها بخلال 15-20 دقيقة. حلو. إذا مشاهدينا وصفتنا اليوم راح نسوي زنود الست بالقشطة ولكن بطريقة مو تقليدية. نبدأ بالمقادير. تمام. راح نحتاج نشا جيمر القشطة الجاهزة. حلو. مكعبات جبن كريمية وسكر، ممكن نحتاج مي ورد اللي يحب حسب الرغبة، وفانيلا، ورح نحتاج حليب. حليب أيضا. ده شوف هنا أنا أكل القطر. القطر كمان هذا على مود نحطه على زنود الست. حلو. أوكي. وللتزيين. للتزيين. وطبعا أكيد رح نحتاج حتى نلف الزنود الست رح نحتاج ورق البقلاوة. تمام. ورق البقلاوة يعني السوبر ماركت يلاقون عجينة البقلاوة. يس ورق البقلاوة. عجينة البقلاوة ورح نحتاج زيت وزبد. يلا إذا ننطلق. يلا بلش. تمام. أوكي. حلو. هسا نبدي من الحليب. الحليب. الحليب لازم يكون بارد. نضيف عليه أول شيء نضيف النشا. إيش قلت تقريبا النشا؟ النشا حطيت هنا أنا 4 ملاعق. أنا حاطة كوبين حليب، الكل كوب حليب ملعقتين نشا. تمام. نحرك الحليب والنشا على البارد، لازم النشا ينخلط على البارد حتى لا يعقد. نخلط زين، نتأكد إنه ماكو تكتلات. ما في تكتلات. بالضبط. تمام. بعدين نخليه. نضيف باقي المكونات. هاي كلها على البارد تكون. على البارد يفضل. حلو. حتى ما يكتل النشا. راح نضيف القشطة اللي هي تقريبا مش كده علبة واحدة. علبة قشطة. هاي المكونات المقادير علبة قشطة. حلو. تمام. ونضيف مكعبات الجبن اللي هم 4. يس. حلو. 4. والسكر هنا أنا سكر حطيت أنا 3 ملاعق سكر. 3 ملاعق. اللي يحب أزيد أو مثلاً تحبون طعم حلا بها أزيد يقدر يضيف بعد سكر. حلو. أنا صراحة ما أحبها حلوة هواية. قوية أوردي لأني أكو اللي هو القطر. يس. مضبوط. تمام. نخلطها. هذا كله طبعاً إحنا بدنا نخلط المكونات على البارد، بعدين لما تكمل بالضبط نخليها على النار. بالضبط. هما بالعادة شنو أصلاً هي الأصلية، شنو يكون بداخلها؟ الزنود الست. الزنود الست هي يسووها قشطة منزلية. همينة قشطة منزلية. قشطة هي القشطة اللي يسووها بالمحلات. بس يعني كل محل يكون عنده سر. سر خاص بيها. سر خاص بيها. يعني. بس هي غالباً تكون حليب ونشا. حلو. طيب إحنا سنبدأ نخلطها لحد ما إنه تكون كل المكونات ذابت. سوية وذابت. الجبن راح يغلبكم شويه بس ما يخالف. أيه. اهم شيء النتيجه. اهم شيء النتيجه. بالضبط. نحاول نطلع الجبن. طبعا هي ما تحتاج احس وقت هوايه، يعني مكوناتها بسيطه، بس أبداً. مجرد ما تنخلط سويه. بالضبط. تنحط على النار وخلاص. بالضبط. تمام. هسه نخليها على النار. نار متوسطه. متوسطه مو كلش حاره. ونظل نخلط منعوفها حتى ما يكتل عندي النشا. حلو. يعني لازم الخلط يكون مستمر. بس نتاكد من النار اذا مش انا. اوكي تمام. يس. اذا تحبين نزيدين عليها الحراره شويه. طبعا هي اول ما تنحط مباشره راح تبدي تدخل لانه فيها نشا. صحيح. ترى عندي شويه خبرات يعني بالمطبخ. لا لا ما شاء الله. اي يقولون يعني شنو تحبين تسوين؟ او اكثر اكله تحبيها؟ اكثر اكله احبها يعني يقولون انه اسويها طيبه الدولمه. اي وشنو بعد؟ والله المقلوب او هالاشياء. يا سلام. اي يعني ما مش دولمه العاد. تؤمرين هاي الدلالين. اوكي. بدا شويه شويه دا يدخن عندنا.
والفانيلا نخليها لما يكون جاهز هو بعد ما يبرد؟ اي بعد يعني قبل، لا مو قبل ما يبرد، اول ما نطفي النار عليها نضيف المي ورد والفانيلا. بدأت طبعا ريحتهم تطلع. بدي اشوف انت هنا ويا السيرب اللي مسويتها حاطه هيل. اي احب طعم الهيل والله، والهيل كلش طيب. انا اشوف بالعاده يحطون ليمون. لا الليمون ما اكيد ما يبين هسه، انا حطيت بالقطر اللي سويته بمناسبه 2 كوب سكر وكوب مي، وحطيت ممكن نحط عصره ليمون او ممكن نحط ملح الليمون اذا ما هو ليمون متوفر يعني، بس ملح الليمون نحط جدا قليل، قليل كلش يعني يا دوب ذرات لانه يصير بعدين حامض. حلو. واخر شيء حطيت الهيل، ممكن بدل الهيل نحط مي ورد، ممكن زعفران، ممكن اي ممكن فانيلا حتى هم. حلو. Yes. نرجع احنا نشوف انه بعد ما صار خالي كل بعد شويه. احنا لازم نشوف احد يساعدنا بهاي الطبخه، انه يحتاج لها هواي خلط وهاي الامور، فاستغلوا اي احد موجود وياكم بالبيت. نزيد عليه الحراره. الشيء حتكون في شوية تكتلات من الجبن بسيطة، المفروض أنه مستدوب بالحرارة. زين مينا، شنو الأشياء ممكن نضيفها إكسترا على هاي الوصفة؟ أنه أشياء ممكن يفضلوها الناس، أكو ناس يحبون يدخلون النوتيلا بكل شيء. ممكن. هل ممكن؟ طبعا أكيد ممكن تحطين، يعني هي ما راح تصفي زنود الست أصلية، يعني هاي زنود الست راح نطلع من هاي يعني شو اسمه مطورة. مطورة أي. بس ممكن تضيفين نوتيلا، ممكن كريمة اللوتس إذا واحد يحب، ممكن بيستاشيو صوص ويا هاي الخلطة همينة تنخلط تصير زنود الست بطعم الفستق. هاي هسه وصفة هسه اخترعنا لكم إياها. هاي صدق اختراع هسه اخترعنا لكم إياها. مو أشوف أنا بصراحة كل واحد، إن أكو ناس يحبون يسوون هاي الأشياء حتى تكون على يعني على ذوقهم هم، بما أنهم مسويها بالبيت، فممكن اللي يحب النوتيلا ممكن يسويها بالنوتيلا، اللي يحب شيء ثاني ممكن يسويها بشيء ثاني. مثل كنافة اللي يسووها بالنوتيلا. بنشوف أي إبداعات كل يوم جديدة. بالضبط. حابين ننقل هل هذه النار تكون أقوى؟ أي شوية تكون أقوى. نطفي هذه. تمام. طلي كبسة عليه كبسة طويلة. احنا بدأت تصير عندنا حارة طبعا. بالضبط. بدأ يطلع البخار. بدأ يطلع البخار منها. طبعا انت بما انك تعرفين بالحلويات والطبخ فلازم انت متورطه بالبيت بهذا الموضوع. اني اي صحيح، اني من زمان متورطه بالموضوع الحلويات. حلو. زين والطبخ اهم متورطه بي. اهم متورطه بي. انا ذاك اليوم شفتك سويتي كانه سكالوب او هيك شيء. اي سكالوب. لا الله ما دجاج كان الساندويتش لو الوحده؟ ما اعتقد الوحده. لا اي ذكرت منظره كان يعني لازم نسوي للمشاهدين ضروري ان شاء الله. منظره كان كلش يشهي. يمكن انا هم لانه احب السكالوب هو يخبل واطيب. على فكره اطيب شيء السكالوب اللي تسويه بالبيت، اللي بالبيت كلش سهل وكلش بسيط وكلش طيب. يعني بصراحه اطيب من هذا الكياس، اطيب من اللي نشوفه. لا هاي الكياس الحضره يعني غير شكل غير طعم، هذا لا سكالوب يعني حسي فريش. هذا سكالوب العراقي هيك الاصلي. الأصلي هو هذا كلش طيب يطلع. جوعنا اليوم مينا. هنزين عيد اليوم ونشوف شنو الأطباق. طبعا هاي لازم بالعيد أول يوم رأيوك شنو؟ كاهو جيمر. كاهو جيمر. احنا كنا نتحدث قبل شوية بالحلقة بقولهم انه احنا يعني رأيوك أول يوم العيد عندنا شيء مقدس طبعا، ولازم الكاهو والجيمر أو الكبة أو هذه الأمور لازم تكون موجودة. لا بس أنا بالنسبة لي أهم شيء كاهو جيمر. لازم كاهو جيمر يعني ودبس. ودبس وياهم لازم. لا يعني كل سكر. لا هو ما بيها السكر، بس الدبس. بس الدبس شوي. الجمر عادي يعني مو مشكلة. مسامحيك. صدق مسامحيك. حلو. ده نشوفه بدأ يتخن شوية عندنا. يس. بعد ما ينطينا القوام الصح يلا نبدي انه نضيف عليه بقى. شوية انزل النار. حتى ما يحترق. حتى ما يحترق وما يكتل واقدر اخوطه براحتي. يعني هو يفضل نار وسط. احنا هسه شوي حطيناه على نار عاليه على مود الوقت.
بس خلوه على نار متوسطة ونظل نحرك نحرك نحرك. تمام خلاص هذا وصلنا للقوام اللي نريده. القوام اللي نريده حين نرفع شوية للكاميرا حتى يقدر بدراني أخذه نشوف إنه هذا القوام اللي وصلنا له. تمام لأن هسه هاي بعد لما راح تبرد راح تجمد تجمد أكثر. تمام لازم طبعا تكون باردة لازم هسه الوقت المناسب اللي إحنا نضيف المي ورد أو الفانيلا. أنا راح أضيف الاثنين اليوم راح أضيف شوية مي ورد. تمام وراح أضيف شوية فانيلا. حلو أنا صراحة أحب طعم الفانيلا. إيه طيبة يعني كلش طيبة تنطي هاي اللمسة كل الحلويات أحسها طيبة. صح نخلطها. شمي شميتي شميتها ريحة الفانيلا مي الورد حسيت شمون ريحة الفانيلا ويا مي الورد يعني لا رهيبة خرافي. والقشطة حلو فاتنا ننسى القوام الصح 100% بالضبط. حلو نستعجل شوية حاضر. تمام أوكي. طيب هسا نروح للخطوة اللي بعدها جهزنا الخلطة نخليها تبرد شوية. يعني هسا بعد ما بردت شوية راح نبدي نخليها بالعجينة مال عجينة البقلاوة. عجينة البقلاوة هي القشطة بردت تمام وهيك يعني صارت ثخينة يعني قوامها صار. أسهل طريقة حتى نحطها بالعجينة نفرغها بالعجينة هي نجيب هذا يسموه كيس الحلواني أو كيس الحلويات. حلو. إذا ما متوفر عندكم بالبيت عادي أي كيس ممكن يضبط. تمام نحطها نثبتها بمكان تصير عملية أسهل. حلو نفرغ بداخله. نفرغ بداخله القشطة. نشوف ان القشطة ثقيلة نوعا ما. ثقيلة ريحتها طبعا عجيبة. بس ننزلها هنا على جنب. لازم من جوا نقصها صح؟ اي اوكي هتطلع من الكيس كأنه لا على جنب. اوكي هسه هنا أنا عندي العجينه مال البقلاوه. اوكي يعني نشيل هذول هنا لازم ننتظرها تكون بدرجه حراره الغرفه. حلو احنا مثل ما شفتوا مشاهدينا كنا مغطيها حتى ما تنشف. بالضبط نغطيها حتى لا تنشف لانه يعني هي شويه اذا الحواف يشوف مالتها تطلع راس فلازم انه نغطيها. هسه اول شيء راح لما اريد احشي السنود الست راح اخذ اعد ثلاث طبقات سوية. أوكي. اوكي فاول شيء هسه راح انزل القشطة شوية صار هاي بتشيس. تمام راح ناخذ القشطة وراح نخليها دقيقة لازم نراعي الكمية اللي نخليها بالتشيس حتى ما تسوي لنا مشاكل. بالضبط اي كلش. تمام هسه راح نقصها. نقص التشيس و نبدي نحط على الحافات. وكل ثلاث طبقات سوية ونلف كل ثلاث طبقات سوى. هاي وحدة هاي اثنين تمام. إذا تحبون هاي طبعا يصير حجمها مثل مال المحلات. إذا تحبون تصير حجمها أصغر شوية نقدر نلف طبقتين بس. تمام بس أنا راح ألف هذا مال المحلات اللي هي ثلاث طبقات تقريبا. إيه تطلع حجمها نفس الثلاث طبقات. أوكي بكل سهولة عادي نحطها هيج ونلفها. تمام حلو. أوكي. وبعدين طبعا نقطعها قبل ما بعدين هسه أشيلها أقدر رأساً هسه مباشرة أقطعها أو أقطعها وبعدين أحطها بالصينية. أنا راح أقطعها مبدئياً. أول شيء راح أخذ هاي الزوايا منها السايدة. حلو. أوكي أحسب تقريباً 4 أصابع وأقطع. وعلى نفس الحجم كلهم. بالضبط. على نفس الحجم كلهم. حلو.
بصراحة كلش سهلة وكلش طيبة جدا يعني. سهلة خلص خلصنا هاي مجرد بعد ما نرتبها بالصينية. خليني أرتبهم وياك. حلوة طبقة ثانية. راح نبدي بالطبقة الثانية. بس قبل ما نبدي بالطبقة الثانية هسه احنا راح نصب عليها زيت. زيت لازم. زيت ونحط وياه شوية يا اما زبد او سمنة. حلو. اول باول الزيت لازم نخليه عليها؟ لا مو اول باول، قبل ما ندخلها للفرن. قبل ما ندخلها بس لازم الزيت شوية يكون حامي. حامي. حلو. اوكي فخلي نشغل الزيت وراح احط وياه زبد شوية او ممكن سمن همينة مو غلط يضبط. حلو. نبدي بال ثواني راح اكمل باقي السنوت. حلو. هاي مره ثانيه راح ناخذ ثلاث طبقات. اثنين هاي ثلاثه. تاكد انه هما ثلاثه. ندلفها الطبقة الثانية. نفس الشيء همينة اللي هي على قد أربع أصابع. طبعا حسب الرغبة همينة، أكو ناس يحبوها أصغر أكو ناس يحبوها أكبر، كيفكم يعني. أنا أشوف هذا ألطف حجم لها. نصفطها. بنفس الطريقة اللي معتمدين عليها إحنا اللي هي إنه تكون بشكل مرتب حتى لما تطلع شكلها كريسبي تشجع يعني على الأكل. تقريبا تاخذ بالفرن، المهم تتحمص يعني. اذا من جوا بس مثلا نفتح النار ممكن نحطها يعني تقريبا ربع ساعه. ربع ساعه بالضبط، بعدين بس نحمر الوجه. اذا الفرن اوريدي يكون بخاصيه من فوق ومن جوا النار خلص تكون كامله ربع ساعه و10 دقائق ونضل احنا نراقبها بس تتحمر. حلو. نسوي اخر طبقه. القوام طبعا مال القشطة كلش حلو، دا نشوف انه ما يتعب اللف او هيك ابدا. هاي اخر طبقة. يعني سهلة وبسيطة كلش سهلة. مرات الواحد يجي على باله تكون اصلا المحلات مو فاتحة. بالضبط. خلاص تقدر اذا موجودة عند المواد بنفس الوقت تقدر يسويها. راعي نفس الكميه تكون يعني نفس الحجم. اي حتى منظرها يكون احلى. منظرها يكون احلى اكيد. تقريبا صارت الصينية جاهزة أدنى والزيت تقريبا حمى شوية. هي هو جاهز. هاي القطعة آخر حبة نحطها هنا. هسه نضيف عليه اوكي. هسه نضيف الزيت اللي وياه زبد او سمن. سمن تمام. ونحاول نخليه يغطي، مو مشكله عادي. هاي كميه الزيت هاي لا تخافون من عندها، لانه مجرد ما راح نطلعها من الفرن راح تكون بيها لا
حيكون بها زيت زايد نقدر نتخلص من عنده. حلو. وحتى نقدر همين نقلي بيه حلويات مشرطين بابيان. مشرطين بابيان. يس. ما أوصف لكم شنو الكالوريز طبعا يعني. مليون. انفجار. مليار. تمام. راح أخذها. للفرن. للفرن. الفرن درجة حرارة 200. 200. مبدئيا 10 إلى 15 دقيقة. 10 إلى 15 دقيقة. يس. راح ننتظر بين ما نكمل ميكبل ونخلي نشوف طبعا ياخر التقليد. طبعا هي عندنا هنا بعد ما طلعت من الفرن وصفينا منها الزيت همينة صح؟ اي صفينا الزيت. حلو. هسه نقدر نحطها بالطبق. طبعا تقدرون تسمعون الصوت اللي مش قلت هي كريسبي. كلش كريسبي وكلش مقرمشة وكلش سهلة. طبعا الوقت اللي تظل بيه بالفرن يختلف من فرن الى ثاني. اكيد طبعا. اكو الافران الكهربائيه ممكن نحتاج اكثر من 10 دقائق او ربع ساعه. حلو. وبهيك احنا تقريبا صارت عندنا جاهزه تستمتعون بيها بالبيت ونظيفه واحنا نعرف ايش حاطين بيها المقادير ونشتريها جاهزه وكلش سهله. هسه نحط اللي هو القطر. القطر. ما بيها طبعا هي كالوريز ابد. لا 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 ابدا ما بيها ابد ما بيها كالوريز. راح اكتفي اني بهذا القدر. حلو. نحط هاي هنا. وطبعا تقدرون تزينوها بفستق حلبي هو اهم شيء. لازم الفستق الحلبي لازم تكثرون عليها يعني هي اطيب شيء بصراحه. هنكثر الخاطر. ونقدر همينا نزينها ب الورد المجفف. وهيشي طبعا صار جاهزه عندنا طبق اليوم اللي هو زنود الست هوم ميد من البيت وسهله وبسيطه وان شاء الله كل مشاهدينا يستمتعون بيها. شكرا لك مينا تعبناش ويانا وشكرا على هذه الوصفه الحلوه. شكرا شكرا جزيلا وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله اكيد حبيبي.